صوتك هيفرق، خدت الميل بتاعتك، فرجعت لقيت ايه؟ بعض الجزرين حصلوا سبيلد اوت، طلع من ايه بره الكار بتاعتك، فبيقول لك هاو مين هاو ماتش جازولين سبيلد. جازولين انت فقدته لما طلعت لقيت العربيه طلعها جازولين، طب شويه دول قد ايه؟ هنسيبهم ازاي؟ فاجي اصبر ايه يا جماعه هاو مين؟ اصبر اقول لكم ايه؟ ها؟ او الدلتا بي، هو عايز دلتا بي شويه دول اسمهم ايه؟ دلتا بي. دلتا بي التربيه اهو اللي هي كام؟ 55 55 دلتا. الالفا كام يا شباب؟ الالفا كام؟ برافو عليك يا شباب ممتاز. البيتا كام؟ 950 طيب 6 دلتا تي كام يا جماعه؟ دلتا تي كام؟ 25 دلتا. ربنا طلعه كام ليكويد بالظبط؟ هنشوف كده كام ليتر نتيجه التغير ده. وبنحصل في بلدنا ان درجه الحراره بسهوله قوي طبعا من التانك بتاعك. فبص الاقي الراجل ده فقط 1.3 ليتر
والفوليوم بتاع الكريستين بكام يا ولاد؟ في كريستين، في نص كريستين. سوى كام؟ هو نفس الفوليوم بتاع الازازة، وانا لو خليت ازازة ماية مكتوب عليها 1 لتر. يعني معناها الفوليوم بتاع الازازة كام؟ 1 لتر، طب الفوليوم بتاع الماية اللي جواها كام؟ 1 لتر بس. فانا هو بيقول لك 200 سنتيمتر كيوبيك بايت مليان على اخره بالكريم، يبقى الفوليوم بتاع الكريم بكام؟ 200 سنتيمتر كيوبيك. والفوليوم يا ولاد في النص بتاعك بايت كام؟ برضه 200 سنتيمتر كيوبيك. مالكم؟ ولا لا؟ انت دي مهمة. انا دلوقتي ماري بيكر، البيكر ده من المادة اسمها بايت. هو بيقول لي 200 سنتيمتر كيوبيك، هيحصل له اكسبانشن، مديني الاكسبانشن كوفيشن بتاعه. مديني البيكر بتاعه. ومن دين الفيروس هيحصل له اكسبانشن. هما الاثنين هيمروا على دلتا تي كام يا جماعه؟ دلتا تي هيمروا عليها دلتا تي عباره عن كام؟ 80 ماينس 20 ايكوال كام؟ نورت يا رجاله. 80 ماينس 20 ايكوال كام؟ 60 ديجري سنتيمتر. تمام؟ يبقى انا دلوقتي هيحصل اكسبانشن لكريستين، وهيحصل اكسبانشن لمين يا ولاد؟ الجلاس في نفس الوقت. طيب امتى يحصل اوفر فلو؟ يعني امتى يحصل ان شويه كريستين يطلعوا بره وامتى ما يحصلش؟ ايه الكونديشن؟ الكونديشن اللي هما الاثنين ما يحصلش، وانا قبل الداتا ومليء على الذهب، لو كان مقدار التمدد الاكسبانشن اللي هي دلتا بي كريستين ماينس دلتا بي فايروس تساوي زيرو، يبقى مفيش حاجه هتحصل ولا هيطلع حاجه من بره. لو كان دلتا في جريستين ماينس دلتا في بتساوي ايه يا جماعه؟ التمدد الضار اكسبانشن في جريستين شويه صح؟ لما اضربهم من شويه اكسبانشن من الايه؟ فاهمين الحته دي؟ طب يعني انا عندي بوتل من الفيروس ومليها على كده مش عايز عندي في نقطة اسمها نص كيوبيك هتولد. هطلعها ايه تاني؟ بص معايا، لو كانت الدلتا بي بتشينج في الفوليوم بتاع الكريستين 5 سنتيمتر كيوبيك، وكان التشينج في الفيروس 5 سنتيمتر، هيحصل اوفر فلو؟ لان الدلتا بي ماينس الدلتا بي طلع بكام؟ لكن امتى هيحصل الاوفر فلو؟ لو كان دلتا بي كريستين اكبر، برافو عليك، من دلتا بي، وده طبيعي عمره، بس كريستين الاكسبانشن بتاعه عالي جدا حسب اللي موجود عن الاكسبانشن بتاع الفيروس. عمر اثنين ماتيريال مختلفين هيحصل دلتا في ده ماينس دلتا في ده تساوي زيرو ولا لا؟ طالما اثنين ماتيريال مختلفين ولا لا؟ لازم واحد له اكسبانشن اعلى من الثاني، مظبوط؟ يبقى طول عمره هيحصل اوفر فلو. يبقى لو انا مالي الازاز على اخرها وبدات اسخنها، لو هي مقفوله كويس هيحصل اكسبلوجن، لو هي مفوته شويه هيحصل بعض الايه؟ الليك من الجلسين. تسالني شويه دول قد ايه؟ يبقى انا مهمتي ان انا اجيب ايه دلوقتي؟ شويه دول اجيبهم ازاي؟ اجيب دلتا بي جليسرين ماينس دلتا بي فايروس. فاهم تاني؟ عايز اجيب الشويه اللي حصل لهم اوفر فلو، يعني اللي طلعوا بره. هو عباره اجيب ازاي؟ مقدار التمدد اللي هو دلتا بي جليسرين ماينس مقدار التمدد في الفايروس. كلنا متفقين على كده؟ في حد مش مقتنع بالحكايه دي يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي عايز اجيب دلتا بي جليسرين ماينس دلتا بي مين؟ فايروس. اجيبها ازاي؟ هتعرف معايا؟ عشان يجيب دلتا بي جلسين على رقم عداد، ركز على بعض. انا كنت عايز اجيب دلتا بي، ادي دخلت الدروب بتاعتنا هنا، تمام؟ طيب، هنيجي دلوقتي، تعالى انا وصلت لك، انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب دلتا بي، دلتا بي جلسين هنخليه جي، فموز برامج جي، ماينس دلتا بي فايروس او مصدر رقم بي، ده مطلوب منك. الرقم اللي هيطلع هو ده الاوفر فلو. يبقى احنا في المساله الاول اوفر فلو. هجيبها ازاي؟ دلتا بي جي بجيبها ازاي؟ حسب الرول عباره عن بي نوت، عباره عن بي نوت كريستين مش كده؟ كريستين لو بيتا ولا هو الفا؟ بيتا لانه بتاعت ريكورد في بي على كريستين في دلتا بي
ماي بيبقى في ماي عبارة عن ايه في ماي عبارة عن ايه في ماي في نور ماي هنا في بيتا بقى هو في الفا الماي وفي لسه في مش في نقطة في التلفين هنا ثابت وقت مرة أخذها في نقطة كافية وقت ولا لا؟ دي نقطة. طب والداتا دي مش هما في بوز في التلفين مش فاكرين مش هما اللي بتصحى عباط وفات تكت درجة مش كده ولا لا؟ الله أكبر في التلفين دي برا. يبقى الفرق ده أساسا بيعتمد على إيه اللي هيبقى هو الفرق؟ بيتا ولا بيتا لا بيتا عشان في أربع بوز خالص بتاعه اسمه بيتا
معايا؟ بس دي تهينا بنكون بنتكلم على حاجه سائله ليكو او جاز. لو كانت الحاجه دي سوليد فمالهاش فيتا. طب الفيتا بتاعتنا بتساوي ايه؟ بتساوي 3 الفا، يعني 3 تايمز اللي هو اللينير اكسبانشن، يعني ثلاث مرات التمدد. فدايما كلمه فيتا يبقى 3 الفا ان ذا كيس اوف سوليد. فهي عندي فيتا هنا هو الكوبايلوت بتساوي 3 الفا. لكن فيتا فور جليسرين بتجيبها. خدت بالك؟ في حد مش فاهم مسألة زي كده من كيلو؟ مسألة صحيحة. تمام؟ طيب هل كل الليكويد يا جماعة كل ما تتسخن يحصل لها اكسبانشن؟ الووتر، الووتر واحدة، الووتر دي وحدها هي حاجة اسمها The anomalous behavior of water. The anomalous behavior يعني The strange behavior of water أو البيهيفير أو السلوك المنفرد أو الغريب اللي يفضل الووتر. الووتر دي بقى إيه؟ لما اجي اسخنها عن او اعمل لها عمليه هيتنج عن رينج معين من التمبشر تطلع كونتراكشن. شايف؟ تعال نبص الكيرف كده شايفين؟ طبعا الاول اللي بيتسخن ده يعني مثلا لما اجي اقول ده ده ووتر مثلا شايف العقبه اللي التمبشر واخدين بيه 3 تايم كل الجنسيتي دي قال لك دي عقبه جرب مش دقيقه مش صحيحه. لو جيت ده قوي شايف الريليشن دي؟ طبعا احنا في المعمل عندنا لو طلعت لنا نقطه زي دي تقول ايه؟ فاكر لما احنا نقول لك وصل وفر منهم مش كده؟ لو انت وفرت تطلع كده ستريت لاين. لكن لو جينا ندقق بقى ونقول المخرج كل مره بتطلع علينا بالشكل ده فجم الساينتست قالوا اه اذا معنى كده الووتر من زيرو لفور. شايفين من زيرو لفور؟ لو انا عندي زيرو وهسخن هعمل هيدي لغايه درجه حراره فور هيحصل ايه للبوينج اللي ولاد عندي؟ دي الهيدي. فبالتالي فطبيعه الاشياء لما انا اسخن يحصل ايه للبوينج؟ لكن انا لو عندي ووتر على الزيرو يعني ثلج وجيت عملت له هيتي هيحصل ايه يا جماعه؟ الفوليوم بتاعه طيب الدنسي فلوت عليك الدنسي عباره عن ايه؟ ماس اوفر فوليوم. طب لو الفوليوم ده يعني دومينيتور المقام ده تحصل ايه للرو؟ خلاص يبقى معنى كده ان انا لو سخنت الميه اللي هو الثلج من زيرو لفور الدنسي بتاعتي هيحصل لها ايه؟ فوليوم يحصل له ايه فوليوم هنا؟ فوليوم بكام؟ فوليوم بكام؟ يبقى الدنيا يحصل لها يا جماعه؟ زيرو فوليوم بكام؟ يبقى زيرو يبقى تبقى اقل ولا اخف؟ الدنيا لما تسمع ايه؟ تتقل يبقى الميه عند اربعه درجه اقل ما يكون ميه ووتر عند درجه اربعه بتكون لها الهايست دنسي بتكون لها ايه؟ الهايست دنسي يعني تبقى تقيله جدا وبعد كده الكير بيمشي طبيعي يبقى السترينج بيهيفير اوف ووتر كواليتي في انهي رينج؟ من زيرو لاربعه. ولا ده فاهم انا بحتاج؟ ولا ده طيب ده بيفيدني في الطبيعه النيتشر بيفيدني في ايه؟ هل ده بيطلع عليه بيحصل حاجه اسمها اكواتيك لايف. ايه الاكواتيك لايف؟ معاك شايف الدبسي شايف الدبسي؟ اعلى حاجه للووتر دبسي كام شايف؟ كام؟ شايف الدبسي بتاع الووتر؟ 4 ديجري سنتيست ماكسيموم دبسي يعني اسال واسال حاجه للميه عند درجه حراره 4 ديجري. الطفل يعمل ايه؟ بص معايا قال لك لو عندك ليك يحصل في البلاد الاوروبيه ان لو عندك فيه ليك بحيرات كل بريدنج وذر درجه حراره الجو تكون بالميه فتعمل ايه لما تكون بالميه؟ ده من طبق الثلج زيرو مش كده؟ طيب دلوقتي احنا بنقول من زيرو ل 4 ها يحصل ايه للميه؟ الميه اسال حاجه عند كام؟ عند فور يبقى الميه اللي عند درجه حراره فور تنزل تحت خالص في الايه؟ في الفوطه بتاع الليك كده لانها تقيله والاخف منها هتبقى عند كام؟ 3 والاخف شويه عند كام؟ عند 2 والاخف شويه عند كام؟ عند 1 واللي على الفلوتنج على السطح اللي عند كام؟ 0 وماينس 1. فقال لك بقى يا جماعه كده اهو ان دايما انا ضامن ان فوق في لاير من الايس ات 0 ديجري عامله كانها ايسوليشن لاير وكل الميه اللي تحت عند كام؟ ضامن ان هي عند كام؟ عند 4 ديجري عمرها ما هتتجمد خالص. وبالتالي لو في سمك او في اي اكواتيك لايف يبقى هتعيش عادي خالص وتمارس حياتها عادي خالص واقدر اصطاد سمكه بالرغم انها معدي على البحيره دي ممكن امشي عليها طبق الايس بتبقى عالي جدا بتمشي على الايس وانا مش عارف من تحت خالص الدنيا شغاله تمام والميه ماشيه كويس والاكواتيك لايف عايشه خالص وانا بسحب ميه عشان اذا كان ريفر بشرب منه او حاجه تبقى الضغط مش شغال عادي خالص رغم ان الوزر كله مجمد وانزل ابص الاقي تاني من خط الارض خالص كل ليك مجمد. ففهمنا ازاي الفكره بتاعتها؟ قال لك الحركه دي بتاعت الميه
فقدت الاكواتيك لايف. فمش معنى الماده عايشه في مكان بارد ابص الاقي كل الحياه المائيه عندهم هبوط لو مش شايف سمك مثلا لا لايف عايشه. فهمنا الفكره بتاعتنا ازاي؟ يبقى عرفنا من 0.4 اللي بيحصل الميه ثلاثه بالضبط برضه نفس الحكايه. كنت عندك ميزان 8 ميه فبنا حطيتها في الفريزر حولت لايف عشان يبقى فيه جديد من كل المعادله. لما تيجي تطلعها بره الثلاجه بص ابدا على طول الوقت اللي بتطلعها فيه بره الثلاجه هيحصل ايه؟ يحصل بس رفع درجه حراره من 0 ل 4 يحصل من الفوليوم تحت يزيد فتفرقع الزيت على طول. طول ما هي في الفريزر ما تفرقعش تطلعها بره تفرقع. الايس نفسه يحصل له فلوتنج على الميه بحط فوق الجيوب في الايس زي ما الايس تخاف من الميه دي تحط الجيوب في الايس تتفتح الميه تحصل له فلوتنج تحصل له ايه على السيف بتاعك. دي مسائل انا بسميها هي مش تشالنجينج شباب. دي مسائل انا سايبها اسمها ترايل وسيرش. بعد ما تذاكر حل البروبلم. انا هنزل الكلام ده النهارده على البلان شوب يا شباب. لسه يا جماعه هي قايلين هي خلاص استفاد من دي بس دي واحده قولي بس دقيقتين عشان نخلص. انا متاخر بس خاص بالدقيقه دي هو 2 او 3 5 كتير قوي مش عارف مفيش مسائل. فممكن مثلا نقعدوا مع بعض كتير بعد الظهر سمعت اتفضل. بص يا جماعه المسائل دي عشان كمان انا بعمل عشان تجيب معايا لو سمحت لو سمحت على كلاس جامب لما تخش هتلاقي المحاضره كانت قديمه شويه هطلعها ابديت بكتب ابديت تذاكر عشان ما تلخبطش. فهنا في مسائل انا سايبها عشان تحلها وتلاقي الفاينل اكتر بتاعتها يا جماعه اذا فشلت فيها ابعت لي ايميل او تعالى نقعد سوا. تاخدوا المسالتين للفاينل ستيب حيث انك انت انت ذاكرت ابلكيشن اكستنشن احنا عملنا دي الفاينل دايركت اللي انت بتتكلم عنها. طبعا اكيد في ناس سمعت عنها ثانويه عامه وكده. ايه الفاينل دايركت بلاك؟ ان احنا بنستخدم حاجه شريط معدني عباره عن باي ميتال تو ميتال بيكون لهم اكسبانشن مختلف عن بعض. فمثلا عاده بيكون براس وسكيل. براس ده يعني زي تفكير لو عملته بالشمع هتبص في ايه لوحده قدامك فاهم يزيد بالعين تقدر في جنب تكت باي اي. الستيل ماشي ماشي عليا. طب الاثنين دول مالهمش ايه مع بعض؟ طب لما اعمل ايه دي؟ الريت الاكسبانشن بتاع البراس عالي جدا وليه بتاع المايه بتحصل ايه؟ كتير. فدي التصميم الاساسي هما الاثنين لازم في بعض. يبقى لازم يحصل عمليه يعمل ايه؟ عمليه كيرف بالشكل ده. لما اجي بره اعمل كولينج الريت اوف كولينج بتاع البراس شايفينه يا جماعه؟ الريت اوف كولينج الريت اوف كونتراكشن عالي عن الريت اوف كولينج او الريت اوف كونتراكشن بتاع مين؟ عن الريت اوف كونتراكشن بتاع مين؟ بتاع الاير. بص تلاقي الكيرف بيحصل بهذا الشكل. لو عمليه الهيتنج البراس هو اللي يبقى بره واخد الكيرف اللي هو دوت. لما اجي اعمل كولي ابص الاقي كيرف حاطه كومبت شيب كومبت شيب بالشكل دوت. خدت بالك من الفرق الاثنين؟ هو الكونتراكت بتاع الريت نعم. لا هو من الاثنين لازم يحصلوا اكسبانشن. واحد الريت بتاعه عالي قوي والثاني غلط. الاثنين لازم يحصلوا كونتراكشن والاثنين لازم يحصلوا اكسبانشن. بس انت الفت فيه خلينا نقطع الراس مستقبل كبير قوي. فده يقرا الى الاستفيد ده ايه؟ طبعا الفاينل ده سيرفي مشهور قوي في عمليه الثرموستات اللي هو عارف الثرموستات لو فعلا عملت فيه بص الثرموستات طبعا لو انت عملت سيرفي واير مثلا وبص انا شايف ازاي كولي بص يعمل ايه؟ تيجي تسال انا هيتنج اعمل هيتنج طبعا ده الثرموستات بتاع الثلاجه بالظبط كده. لما اعمل هيتنج ابص الاقي لما اعمل كولينج ابص الاقي العكس اللي هي بنسميها كونكيف وكونفكت كونكيف وكونفكت. طب لو هي بعدين هنا يمكن اكتر وتحطها على السلايد ده دول في حاله لما هما الاثنين يكونوا فلات شايف البراس. بص لما اعمل لازم هنا لما تعملي عمليه كولينج الار كونتراكت ليس هنا كونتراكت مور ده كولينج. خدت بالك؟ شوف من اول في حاله الهوب ده اكسباند مور ده اكسباند ليس. خدت بالك التفسير؟ خدتوا بالكم؟ ما هو الطول هيزيد بس هما اثنين واحد بيطول اكتر من الثاني. ما هو بص يا جماعه الاثنين ماسكين على بعض في واحد بيطول اكتر من الثاني. واخد بالك؟ وهم مرتبطين ببعض في حاجه بتتكون كده زي الاوميجا كده بالظبط على شكل بتاع ايوه برافو عليك زي الاوميجا. فما قلتلهاش غير الشكل ان هي تعمل كيرف. ما قلتلهاش غير بس ان هي بتكون عندي انا مثلا ايه سلطان السكه الحديد ومفيش تواصل
وسخن الجامد ممكن تطلع ايه؟ تطلع كده. اه فعلا الاوميجا شيب اللي فهي انا اول مره عامل الاوميجا شيب خدت انا وعملت بيه ايه بقى؟ باي ميكانيك جاب الثرموستات كده بقول لها اهو اهو ده سؤال جاب في المضرب شويه في المتر من السنه اللي فاتت قال بيقول لك باي ميكانيك سليب وانا بعمل ان هو كولينج هختار انهي اجابه في الكولينج ده الومنيا مطعمه طبعا ما جبتهاش دي ما قلتلكش براس مش هجيب لك الحاجه الكوبي اند بيست الومنيا مطعمه بص معايا عشان في الشكل ده مين الاختيار على الاجابه ايه ولا دي؟ اه قول لي بس كده كنت صعب.